مهيئ أن يحصل على 2005، لكن زميلي محمد المنتشري كان عمره 21 أو 22 سنة. اختلفت مع القائمين على الجائزة أنه إحنا هذا نوع من التكريم كأربع كوس عالم، المفروض يكون 2005. واللاعب اللي أنت حتختارونه أو اللي في عنده سنوات قادمة يقدر يعني. أقوم أروح أكلم سلطان فهد أقول بلعب، يعني معناته أني لاعب سياحي محترم. أنت ما رضيت على نفسك؟ لا ما رضيت على نفسي، وساب الجابر من وراي. أكيد 100% أنه مكلم.